عندي قيمة لولا هالخيدمة، وانطاني رفعة حب ابو اليمة. انا اختصر كل عمري باللاطمة، ذخر قابري ذخر قابري. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداهم. لا تلومونا دعوا عنا الملام، لا تلومونا دعوا عنا الملام، وعلى العشاق لا ترموا السهام. ما ارتكبنا أي جرم أو حرام، بل تمسكنا بحبل الاعتصام، بل تمسكنا بحبل الاعتصام. عظم الله أجورنا وأجوركم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، وأهلا ومرحبا بكم. وهذه التغطية من هذه المدينة المعطاء والمحافظة العريقة، محافظة البصرة. نعم أحبائي المشاهدين، متواصلين معكم، وخدمة أبي عبد الله الحسين في البصرة. السلام عليكم، عظم الله أجوركم. قواك الله. عرفني باسم حضرتك. خادم الحسيني مهدي خلف عدائي، خادم الإمام حسين عليه السلام. هذا الشارع شارع الجمهورية ومحافظة البصرة، يعني ما شاء الله جاي أشوف التجمعات بشكل غير طبيعي. نعم، فضل الله وأهل البيت الإمام الحسين. لا ما ثرت الإمام الحسين لا ثبت الدين لا ثبت الإسلام، إن ثرت الحسين لثورة عظيمة. نعم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، متواصلين معكم، وهذه التغطية من محافظة البصرة وأحد خدام الحسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أجرنا وأجرك رحمة الله عليك. باسم حضرتك. أنا حيدر السعد، خادم من خدام الإمام الحسين. الله يخليك يا بعد قلبي، يا بعد قلبي الله يخليك. أنت اللي جاي تشتغل هسه سقاية الماي بهالجو الحار هذا، تعرف شنو أجرها؟ والله إن شاء الله، يعني انا ما اكو يعني اكو احساس ما يوصف يعني صراحه، يعني خاصه اللي انا جاي اقوم به يعني. وان شاء الله الاعمال بالنيات، والله كريم، الله يرحم الراحمين ان شاء الله ان شاء الله. يا مالك احساسي وحق ربك، قرقانه لو متعلق بحبك، ابتر اجزامي لو نسد دربك، عهد باقي عهد. نعم احبائي المشاهدين، مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائية، متواصلين معكم، وهذه التغطيه من محافظه البصره. معنا ايضا احد خدام ابي عبد الله الحسين عليه افضل الصلاه وازكى السلام، العم ابو عبد الله. حياك الله عمي، عظم الله اجرك ويديمك، عظم الله لك الاجر. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. نعزي انفسنا ونعزي صاحب العصر والزمان، ونعزي مراجعنا الكرام، ونعزي علماءنا وشعبنا العراقي بهذا المصاب الجليل. السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين. الله يحفظك ويديمك. ما شاء الله، شفنا استوى قبل شوية صولة وجولة حقيقة، يعني واحد مثل ما يقولون جسمه يكسبر. شفنا الهوسات اللي طبت لكم هنا، وعشيرة أبو محمد، هذه العشيرة القبيلة الكريمة. شنو اللي شفناه حجينا؟ سولف لنا. هذه مشاعر للحسين، هذه عبق من يعني من مشاعر عاشوراء. كل سنة تحضر بهذا المكان، بهذا يعني بهذه المحافظة المعطاء، بهذا الشارع اللي سمي شارع المواكب. كل عام مواكب لخدمة الحسين، زائرية الحسين، قبائلنا الكريمة تترك كل شيء وتقول بيناتهم، يقولون كل سنة إن فاتحة للحسين، فاتحة الحسين ما تنتهي، لأن هاي يعني بالضمير والوجدان. الحسين عنوان، الحسين عبارة عن طريق للأحرار، عليه نتوارثها من الآباء إلى الأبناء إلى الأحفاد. خط الحسين خط لا ينتهي، واليوم صولة كانت إلى قبيلة أبو محمد، مشاركة باسم أبي الفضل العباس. كل عام لها حضور وبصمة، تترك بصمة، مساهمة بسيطة بشيوخها وإجاويتها، إجاوي حيحيون ويمجدون في بطولة أبي الفضل العباس بهذه. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله الحمد لله. أنا سمعت الرباط مالهم بس ما حفظته، أكيد أنت حفظته مو من أجو؟ والله على أخوة باشا جابوها. أي الله يحفظك. هاي بالنسبة إلى المواكب، أما
تواصل التعاون ما بيننا وما بين الشكر الجزيل إلى الأجهزة الأمنية بهذه الأيام، الشكر إلى رجالات المرور لتنظيم انسيابية الطريق، الشكر إلى شبابنا الواعي المحافظة على نظافة الطريق، المحافظة على توعية الآخرين، لأن مثل ما يعرف جنابك الكريم أكو هجمات مضادة، هجمات مرتدة تستهدف العقيدة، تستهدف الشعائر، يوم بعد آخر كل يوم يطلع النشأ يطفو على السطح. حقيقة الشباب الواعي يعني منتبهين إلى هذه الصولات ومن وراءها، فتلقى خلال حضور الشباب وعظ وإرشاد وتوجيه على أن الكل يتمسك بعقيدته ما يأثر عليه شيء إن شاء الله. حياكم الله. المتمسك بدينه كالقابض شنو؟ على جمره. وصلنا إلى هذا الزمن والحمد لله. لا إن شاء الله إحنا باقين على ولاية أمير المؤمنين إن شاء الله. ما عندي قيمة لولا هالخيدمة، وانطاني رفعة حب أبو اليمة، أنا اختصر كل عمري باللطمة، ذخر قابري ذخر قابري. نعم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، متواصلين معكم والبصرة الفيحاء وخدام الحسين في هذه المحافظة. السلام عليكم، عظم الله أجركم. وعليكم السلام، عظم الله أجركم وأجرنا في هذه المناسبة ذكرى وفاة الشهادة الإمام الحسين الإمام العباس. أضيع إذا بابك نسيت حبيبي علي، أحلفك يا بولي ما خاطر رقية، أريد بخدمتك. نعم أحبائي المشاهدين، متواصلين معكم وهذه التغطية من محافظة البصرة، معنا أيضا أحد خدام الحسين. السلام عليكم عزيزي. السلام، مرحبا. عمر التلف. لي باسم حضرتك؟ علي الزهيري. عمر رحمه الله والديك عزيزي. شنو سمعنا علي الزهيري شاعر؟ بيت العباس سلام الله على أبو فاضل، قل لك صفق صفق عباس، جف غيرة وجفاه وقلب عسكر بني مية، وجفاه طلع ما فكر بعينه، وجفا طلع وفاي للزهرة الزكية، وشفت عباس يوم الصال منيال قطع وظل يحش بالروس، من جل منيال يصيح بجيشال مية يا المنيال، أنا العباس سبع الغابرية، وبجفينا حديد وروس، ينساك صعب ما ينفهم عباس، ينساك إذا التاريخ يغلط يوم، ينساك فلا تنساك جبد الغابرية، هجم عباس سيفيك ويا الماي برقاب وعدا يطشرهم، ويا الماي بصبع واحد الشرله، وجا الماي كظمن طرفه وسحل جاب الأخية. يا أبو عبد الله السلام عليك، أبو عبد الله قلك ظنوا بامتحانك راسبونا، نجحنا الصبر مركب راسبونا، المصيبة بطشت يا باو راسبونا، بليل وحضن تو ما تترقي صبح والله أمري أزورك، همومي وحنيني وبقايا عمري، مثل فطرس انت تشافي لك أزري. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، وهذه التغطية من محافظة البصرة، معنا أيضا أحد خدام الحسين. السلام عليكم، عظم الله أجركم. وعظم الله أجركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعزي صاحب العصر والزمان بهذه المصاب والجلل، بمصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وأخيه أبو الفضل العباس مقطوع الكفين. مشاركة تقول: يا خيل حسين لا تقولين خيمات بكبرها الصيح زينب، يا خيل حسين لا تقولين خيمات بكبرها الصيح زينب، خيمات حرقوهن وهن اثنين خيمات، خيمة سكنة وي خيمة رقية ماجورين. يا بعد انت منين؟ من نام الجمهورية؟ لا من الابلة، من البصرة. اجي هنا دائما؟ دائما اجي هنا. سبب التجمع هنا ليش؟ لان عزاء كلش قوي، وكافة البصرة عزاها كلش قوي، والله يحفظهم ان شاء الله من كل سوء. يا بعد قلب. شنو الاستعدادات ان شاء الله لزيارة الأربعين؟ والله الاستعداد هالمرة يعني كل سنة عن سنة تزيد بفضل أهل البيت ورب العالمين. وانطاني رفعة حب أبو اليمة، أنا اختصر كل عمري بالله. نعم أحبائي
الحيه المشاهدين مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه متواصلين معكم، وهذه التغطيه من قناه المهدي الفضائيه. معنا ايضا احد خدام الحسين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله. عرفني باسم حضرتك. حيدر. اسمه حيدر بدر. الله يحفظك. عندك مشاركه تفضل. ان شاء الله حبيبي. يا وليدي يا خلي الماي لا تطلب الماي كي الخوف يمن نتروح ويتقطي عيحشاي ويتقطي عيحشاي داري ذبني عبد الله يا شمعة ضوى عيوني. الله يحفظك. الله هاك يا اخي يا ذماي العين يا ابني وسالوتي حتى ابتي اشق وارتاح وضم كبرتي داري اتنفس انا وبس هواي الطف حلم عمري حلم عمري. نعم احبائي المشاهدين متواصلين معكم، وهذه التغطية من البصرة ومواكب البصرة. السلام عليكم. عظم الله جل. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. جاي اشوفكم توزعون فواكه. نعم. كم كيلو باليوم تجيب؟ والله احنا نجيب صناديق. اي بطن. اي والله هذا بركات وسفرة سيدي ومولاي ابو عبد الله الحسين عليه السلام، كلها بركات هاي. والله احنا من اول يوم محرم ان شاء الله. اي والله ونسأل الله ان يوفقنا بهاي الخدمة الحسينية كل سنة وكل عام ان شاء الله، وانتم موجودين ايضا. اي والله رحمة الله على والدي. نسألكم الدعاء وان شاء الله على خط ابو عبد الله الابد الابدي. رب العالمين. السلام عليكم. عظم الله. السلام. حياك الله والف هلا بك. حياك الله اخوي الغالي. باسم حضرتك علي ابو سيف. احنا اولا شاكرين لكم هذا اللقاء الطيب، والله ان شاء الله نحاول نسوي الافضل قدر الامكان يعني، وان شاء الله احنا ما نقصر. ابو عبد الله الحسين هذا ابو علي سفرته ممدوده ان شاء الله، والله يزيد ويبارك ويخليكم ويطول بعمركم ويطول بعمرنا ان شاء الله بخدمة ابو علي الحسين. الله يعطيكم الله خير. عهد باقي عهد باقي. نعم احبائي المشاهدين مشاهدي قناة الامام المهدي الفضائية متواصلين معكم، وهذه التغطية من هذه المدينة العريقة مدينة البصرة. معنا ايضا احد خدام الحسين. السلام عليكم. اغاتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واعظم الله لكم الاجر واحسن لكم العزاء بمصاب سيد الشهداء. حياكم الله. بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يبارك. تعرفني على اسم حضرتك. الشاعر والاعلامي عباس الفريجي محافظة البصرة. الله يبارك فيك وحياكم الله، واهلا ومرحبا بقناة المهدي، هذا الصوت الذي يصدح باسم صاحب العصر والزمان. شكرا جزيلا لكم ولهذه التغطيه ان شاء الله، وفي ميزان اعمالكم ان شاء الله. بارك الله يبارك فيك ويحفظك. قلت لي شاعر واعلامي. الحمد لله. بارك الله بك، الله يعطيك الصحه والعافيه، وانا خادم لك. استغفر الله. انت بصير ولكن ما شاء الله عليك، يعني ما منعك هذا الشيء اذا صحت العباره انه تخدم الامام. الحمد لله حمدا كثيرا، وهذا بركات سيد، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وفضل سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. تسلم. نسمع لأبي الفضل العباس. اقتربت ساعة الطف عجة الهيجاء وبرز ضوء القمر والسيف بيمينه صاحب صوت هذا أنا البطل عباس، وين اللي بارز للقمر وينه؟ أنا بجبد السماء ونزل الذلفقار لأن القاع حتما ما تكفينه. الله عليك. الله يحفظك ويسلمك يا عزيزي. الله يبارك فيك ويسلمك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لك عباس حبيبي. نعم معنا ايضا احد خدام الحسين. السلام عليكم عزيزي. السلام استاذ العزيز. الله يحييك يا حبيبي. باسم حضرتك.
رادو الحسينية سيد أمجد الموسوي. الله يحييك يا عزيزي، الله يخليك، جوزيته خيرا يا حبيبي انت، الله يخليك يا حبيبي. شنو راح يسمعنا مولانا؟ ان شاء الله بخدمتك. تقول سيدي تنشدني ليش عليك طول غيابي، دمعات والمتنين ينطن جوابي، ما أمر على النسوان صوت وعذابي، لو عن أخوي الصوت واشقف بدي، من عفتك هاليوم حسرة على حسرة، ولو بالصخر يحسين واني فسرة، والعجب قلب شلون ما نفى الصبر، عفتك جسد مسلوب فوق الوطية، عفتك جسد مسلوب فوق الوطية. الله عليك سلام. طيب الله انفاسك ملة، احسنت عزيزي. متواصلين معكم احبائي المشاهدين، وهذه التغطية من محافظة البصرة. ما عندي قيمة لولا هالخيدنا، وانطاني رفعة حب ابو اليمة، انا اختصر كل عمري باللاطمة، ذخر قابري ذخر قابري. نعم احبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الامام المهدي الفضائية، متواصلين معكم، وهذه التغطية من محافظة البصرة. معنا احد خدام الحسين. السلام عليكم. عظم الله اجرك عزيزي. الله اجرك. الله يقويك احمد. جاي اشوف الجدر حار، شنو جاي تطبخون؟ هريسه. ايه باسم منو هاي الهريسه؟ باسم رابطه خدام الحسين لابو الفضل العباس. ما تاثر عليك هاي الحراره؟ ما تعبان؟ ان شاء الله خدمه الائمه ما عليها حراره وما تاثر علينا ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم، عظم الله اجرك. عرفني باسم حضرتك. انا اسيل. موفق ان شاء الله. الله يعني. شنو جاي تسوي؟ هريس للحسين. يا الله لابو الفضل. موفقين. سلام الله عليك يا ابو الفضل. لا تنسونا من دعائكم عزيزي. موفقين. مستمرين معكم احبائي المشاهدين، وهذه التغطيه من محافظة البصرة، وخادم آخر من خدمة أبي عبد الله الحسين. السلام عليكم عزيزي. مولانا أهلا وسهلا بكم، الله يعزك، الله يوديك. اسمي على اسمك. أحمد علي. الله يسلمك، ما الله على والديك. تسلم، الله يخليك. تشرح لنا اليوم بالبصرة شنو جاي يصير؟ شارع الجمهورية شنو جاي يصير؟ والله البصرة دائما تكون سباقة بهذا الشيء أولا، وسباقة يعني بكل شيء. خدمة أبي عبد الله الحسين هذا شرف كبير، ونقول يعني احنا مثل ما قال ياسر رميد الله يرحمه، يقول احنا غير حسين ما عندنا وسيله. الحمد لله وشكرا، اسال الله دائما ان يوفقنا في خدمه سيدي ومولاي ابي عبد الله الحسين، ونعزي سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، ويجعلنا دائما الله اسال الله من خدامه سيدي ومولاي. على لسان حال مولاتنا زينب شو تقول؟ تقلنا طيحت على النهار ما شارب الماي، عمات عني يا خويا يا وفاي، صابك بسهام يا نور عناي، لما ما رحت ظلم الدنيا. يبقى شو تقول زينب؟ تقول ويلي الشمر كلمه بصوت لحمتني، انكسر لكن الهبه لاحمتني، يا ابو فاضل يا اخويا لا هدت عشره، لا هدت عشره ولا حمتني، وشاقف عن يتامكم بديه احايا اهل زينب. تعالوا خادمكم ملا عباس الساعد، ومأجورين ان شاء الله. اذا بابك انسد حبيبي عليّ
نعم احبائي المشاهدين، مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه متواصلين معكم، وهذه التغطيه من محافظه البصره، وما شاء الله بركات سيد الشهداء مثل ما تشوفون، وخدام ابي عبد الله الحسين ما مقصرين في خدمه خدام ابي عبد الله الحسين ايضا. السلام عليكم، عظم الله اجوركم. ورحمه الله وبركاته، وعظم الله اجورنا واجوركم جميعا، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. احسن الله. الله. تعرفني على اسم حضرتك؟ انا اسمي جمال، اخدم بهذا الموكب ان شاء الله من منطقه الجمهوريه. الله ينعم عليك مولاي، اهلا وسهلا بك، الله يوفقك. انا ايش قد عايف البيت؟ ان شاء الله، والله احنا هنا من اول يوم لغايه هذا اليوم السابع ان شاء الله، ليله السابع. ما تحسون بتعب؟ لا ان شاء الله ماكو تعب، كلها في خدمه الامام الحسين سلام الله عليه، وذكرى الليله ذكرى استشهاد اخيه ابي الفضل العباس سلام الله عليه. شنو توزيعاتكم يومية؟ والله نوزع وجبة ريوق، وجبة غداء، وهاي اللي جاي تشوفها أمامك وجبة عشاء إن شاء الله. إن شاء الله. كم نفرتم بالموكب تشتغلون؟ احنا هواي بالموكب هنا، يعني ما يقارب تقريبا بالعشرين 25 نفر خدام الإمام سلام الله عليه. أحسن الله عليك. قواك الله عزيز. وحيلك بعد قلبي، الله يحفظك. عظم الله أجرك وأجره. الله يحفظك الجميع. بعد روح. شوفك فرحان، جاي تخدم وفرحان. إيش أكيد خدمة الحسين فرحة. اي والله سلام الله عليك يا ابو عبد الله، جميع ان شاء الله بعد قلبك وبيك يا طيب. شنو ايش قد جاي تقدمون؟ كم معون تقريبا يومي؟ والله تقريبا الصفريه 800 ثلاث صفار عندنا، تقريبا يصير بال 2000 وكسور. الحمد لله نعمه من الله، جد القيمه نعمه نعمه الحمد لله، بركه سيد الشهداء. السلام عليكم عزيزي. الحمد لله الحمد لله. شنو اسمك عزيزي؟ محمد. ايش قد عمرك ابو جاسم؟ 19. عايف كل شيء وجاي للحسين سلام الله. طبعا الحسين جيت العالم، الحسين شفاعة العالم، لو ما الحسين كان احنا وين؟ بغيد الليل. سلام الله عليك. ان شاء الله. هسه اريد من عندك شباب كلهم يسمعونك، اريد صوت واحد لبيك يا حسين يصل الى حرم الحسين ان شاء الله. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. بارك الله بكم، موفقين ان شاء الله، والله يبارك بكم وجودكم ان شاء الله. نعم احبائي متواصلين معكم، وهذه اذا بابك انسد حبيبي. شنو اسم موقف؟ موقف شهداء سوادر، تاسس في 2015 باثناء ما راحوا شهداء سويكر 2015. بيك الواقع عزيزي. سبب التسميه هاي؟ انه دماء هاي الشهداء ان شاء الله ما ضاعت، محفوظ ما ضاعت، وحبا للشهداء سمينا الموكب على اسمه. الله يحفظك ان شاء الله. الله ان شاء الله. انتم شنو عندكم جاي تطبخون الان؟ ثوابه ايضا تدزونه الى شهداء سبايكر. شهداء سبايكر وكل شهداء العراق. وبيك البركه قلبي عزيز. الله يحفظك وسلمك. كنا 10 ايام ما يوقف، صور لنا الاكل اذا تقدر، وهاي نعمه. زادنا مفتوح ان شاء الله لابو عبد الله. ان شاء الله حميد. نعم نعم للقرآن، نعم نعم للقرآن، نعم نعم للقرآن. احسنتم، جزاكم الله خير الجزاء، والله يعودكم ان شاء الله لخدمه محمد وآل محمد. نعم احبائي المشاهدين متواصلين معكم، وهذه التقنيات محافظه البصره. ازورك بهمومي وحنيني وبقايا عمري، مثل فطر سنت تشافي لكسري يا ابو لي. نعم احبائي المشاهدين، في هذه اللحظات وصلنا واياكم الى نهايه هذه التغطيه من محافظه البصره. اسال الله بكرامه الحسين ان يجمعنا واياكم دائما تحت ظل الحسين. ختاما تقبلوا تحياتي انا حسين الاميري، وتحيات زميلي في العمل ابو ثائر المنصوري، وتحيات زميلي ايضا الاخ العزيز طالب أبو مهدي منشدي. إلى لقاء آخر، تقبلوا تحياتي مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راية حسين شرفنا ونرفرف بيها، رفعت الراس على الناس ذما نفديها، والخدم ظلت علم نفتخر بين الأمم. راية حسين شرفنا ونرفرف بيها، خدمة عاشت على المنابر بالشعاير والشعير،
كلمة الخادم شربنا وبها دايم لافتخر درس عدنا من الغدام ما نساومها بسعر لراد يعلى مثل صاحب كون ينعم الخدير لنعازينا بالحسين ينور دربه مني الهموم والاحزان ينظف قلبه راحت البال الدمع نبكي وندق عالضلع راية حسين شرفنا ونرفرف بيها